السلام عليكم حبايبنا متابعين مصر زمان. حكايتنا عن رجل الخير عظيم الأقباط. قليني باشا فهمي، الرجل المسيحي اللي بنى جامع في مغاغة سنة 1860 في قرية نزلة الفلاحين بالمنيا. اتولد قليني فهمي أكبر أولاد يوسف بيك عبد الشهيد السياسي ورجل الأعمال المصري المسيحي. طبعا قليني فهمي ده اسمه مركب. يوسف بيك عبد الشهيد بعد ما اتولد ابنه بكام سنة بيجي من المجربين للخديوي اسماعيل ومسؤول عن العمد والمشايخ بصعيد مصر بالكامل. وتعلم قليني باشا في مدارس القاهرة. قليني فهمي اتعين في أول إبريل سنة 1876 في الدايرة السينية، وسنة 1887 أنعم عليه الخديوي توفيق برتبة المتميز يعني زي البكوية. وفي يناير سنة 1888 اتعين مفتش عام في الدايرة السينية، وأنعم عليه الخديوي توفيق بالنشان المجيدي من الدرجة الثالثة. وفي نفس السنة في يوليو سنة 1890 اختاروا مصطفى رياض باشا لوظيفة مدير عام الرقابة المالية في الوزارة المالية. وفي أكتوبر سنة 1891 أنعم عليه الخديوي توفيق بالنشان العثماني من الدرجة الثالثة. وفي ديسمبر سنة 1892 منحوا الخديوي عباس حلمي الثاني النشان المجيدي من الطبقة الثانية، وده بيتمنح لكبار رجال الدولة. وفي يناير سنة 1893 عينوا الخديوي عباس حلمي المراقب المالي العام لمصر. وفي يناير سنة 1901 أنعم عليه الخديوي عباس حلمي بالبشوية. وفي سنة 1920 قليني يوسف باشا طلع على المعاش، وأول ما طلع على المعاش انطلق في أعمال الخير في كل مكان. كان راجل مقتدر عنده ثروة كبيرة، يعني كان عنده قصر في حلوان اتبرع بيه لعمل مستشفى لكل الناس مجانا، وكان عنده قصر في مغاغة اتبرع بيه وخلاه مستشفى للولادة ورعاية الأطفال حديث الولادة، وتبرع ب135 فدان خلاهم وقفة أرباحهم تتصرف على مستشفى حلوان ومستشفى مغاغة. وبنى كنيسة في مغاغة وأوقف 200 فدان من أملاكه يتصرف من أرباحهم على الجمعية الخيرية القبطية ومستشفى الجمعية الخيرية القبطية وكنيسة طه الأعمدة في سملوط المنيا وكنيسة قليني باشا في مغاغة. سنة 1926 الملك فؤاد رحمه الله أنعم على قليني باشا بواحد من أهم الناشين، هو الوشاح الأكبر من نشان النيل. سنة 1927 بنى قليني باشا مسجد في مغاغة سموه مسجد خالد بن الوليد، وكانت أول مرة يسمع المسلمين عن مسيحي يبني مسجد. وكمان هو ومحمد عبد العظيم المصري بيك الوحيدين اللي بنوا مسجد وكنيسة الاتنين من مغاغة. كان النشاط الخيري لقليني باشا ما يفرقش بين مسلم ومسيحي ويهودي، وكان برضو بيتبرع للكنائس والأديرة، يعني الراجل كان مسيحي متدين وفي نفس الوقت مواطن مصري محترم. وكان من أول المتبرعين لإنشاء بنك التسليف الزراعي. سنة 1954 مات قليني فهمي باشا وكان عمره 94 سنة بعد حياة مليانة بالنجاحات، وعمره بدأ بعد 60 في الأعمال الخيرية في كل مكان في مصر. رحم الله رجل الخير قليني باشا فهمي.